السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي اعمل اكتر من ديزاين ويبقى في عندي 3 فيو، كل فيو فيه ديزاين مختلف و بحيث كلهم في نفس الليفل للريفت، يعني ابقى حاضر مع في الاجتماع واقول له ده الاقتراح الاولاني والاقتراح التاني والاقتراح التالت، وكل دوت في نفس بنفس الريفت. اعمل الموضوع ده ازاي؟ طيب قبل ما نعمل الموضوع دوت هدخل في البي في، هتلاقي هنا في فلتر ومفيش اي حاجة تانية بعد كده، ماشي؟ بعد كده هاجي هنا في ديزاين اوبشن واقول له ان انا عايز اوبشن ست 1 واوبشن 1 اوبشن 2 اوبشن 3 خلاص. طيب انا هفترض مثلا ان انا هرسم حاجه جديده في اوبشن 1 وليكن مثلا هرسم وول بشكل ابيض. طيب في جزء مش ظاهر اكيد ده كروب فيو. طيب اروح لاوبشن 2، الحاجه دي مش مرسومه، ممكن ارسم حاجه تانية مختلفه. طيب وفي اوبشن 3 تقدر ترسم حاجة تالتة مختلفة وتحط جواب وتحط شبابيك زي ما انت عايز. طيب يبقى انا كده عندي 3 تصاميم مختلفة. طيب ممكن اختار حاجة موجودة ويبقى في كذا اوبشن؟ اه ممكن. خلينا مثلا نختار الترابيزة ديت والكرسي ده والكرسي ده. طيب عشان نبدأ اضيفهم هاجي هنا في الـ Add to Set واضيفهم للتلاتة اوبشن. طيب معنى كده ان انا لو جيت في اوبشن 1 اقدر هتلاقي كل حاجة اكتف من الحاجات اللي اخترناها، بقية الحاجات مش اكتف. اقدر اختار دول وراح مثلا مخليهم هنا كده. تمام. طيب في اوبشن 2 تقدر تعلم عليهم وتحطهم فوق كده. طيب اوبشن 3 تعلم عليهم وتخليهم هنا كده. تمام. يعني كده شفنا مثال ان انا اعمل حاجة جديدة ومثال ان انا اتحكم في حاجة موجودة. طيب ولو انت سبت اكتف اونلي هتلاقي كل الشغل تقدر تغير فيه، بس لو بتغير فيه بتغير في كل الاوبشنز. طيب في دلوقتي بقى هعمل ايه؟ في اوبشن 1 هاجي اقول له في واقول له هنا في ديزاين اوبشن اقول له هنا بقى تلاقي ايه؟ اوبشن ست 1 هقول له ايه؟ اوبشن ست 1. طيب هاجي هنا واقول له اعمل دبليكيت دبليكيت كمان ده اوبشن 6 1 وبعد كده ده هنا اوبشن 6 2 وده اوبشن 6 3 حلو كده؟ حلو كده. طيب في اوبشن 6 2 اخش في 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 ديزاين اوبشن واقول له ده خليه اوبشن 2. اوبشن 6 3 في 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 ديزاين اوبشن اوبشن 3. طيب كده اوبشن 6 1 اوبشن 6 2 اوبشن 6 3. خلي بالك تحت ما تغيرش، بس كده انا اروح للاجتماع ومعايا تصاميم مختلفة تماما لثلاث أشكال أو ثلاث تصاميم مختلفة.